قديمة بالمدرسة طلبت منا معلمة المدرسة أنه نرسم الفواكه اللي نحبها. رسمنا كلنا سوا على الوراق ولمتهم، وأنا طبعا كنت راسم ليمون، فقلت لي المعلمة، عيطت لي هاد بسرعة وقلت لي شو رسم هون على الورق؟ قلت لها رسم دمازيل ليمون. قلت لي ليش حطت الليمونتين حد بعضهم؟ قلت لها أعطيني إياهم وأنا بحطهم فوق بعضهم.